السلام عليكم كل متابعين قناة الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية. النهاردة الثلاث 14 مايو، موجودين فين؟ موجودين على شريط طرماي واحد اللي هيتم ازالة منه محطات، وكمان هندوكوا فكرة عن تاريخ الطرماي في اسكندرية، تاريخ انشاؤه. احنا موجودين امام محطة طرماي كليوباترا الصغرى وكليوباترا حمامات وسيدي جابر الشيخ. الثلاث محطات دول هيتم ازالتهم في المشروع الجديد، مشروع تطوير طرماي الرملة. احنا موجودين فين؟ احنا موجودين امام بوابات نادي سبورتنج، امام محطة الرياضة او سبورتنج كوبرا، وعلى اليمين شارع دلتا، وعلى الشمال اسوار نادي سبورت. مفترق طرق ما بين طرماي واحد وطرماي اتنين. طرماي اتنين بيدخل شمال على سيدي جابر المحطة، وطرماي واحد يأتي من هنا في المكان اللي احنا موجودين فيه. هيتم إزالة الشريط الطرماي كله رايح جاي اللي احنا موجودين عليه، الثلاث محطات، وهيستبقى او هيتم الاستعانة او العمل على الشريط الثاني اللي هو من سبورتنج لمحطة طرماي سيدي جابر المحطة. للعلم الشريط اللي احنا موجودين عليه ده اقدم من الشريط اللي هيتبقى، يعني الشريط اللي احنا موجودين عليه اللي هو سبورتنج كليوباترا سيدي جابر الشيخ اقدم من الخط الثاني. الطرماي اسكندرية يعتبر من اقدم، او هو اقدم وسيلة نقل جماعية في مصر والشرق الاوسط او في مصر وافريقيا، تم انشاؤه من 1860 الى 1863. بداية تشغيل طرماي اسكندرية كان 1863، كان عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن قطار خفيف بيجره خيول، عبارة عن اربع عربات، ثم بعد كده اصبح قطار بخاري بيشتغل بالفحم، ثم بعد كده الطرماي اتكهرب، ولكن طرماي البلد الطرماية الصفراء اتكهربت قبل طرماي الرمل الطرماية الزرقاء. طرماية الرمل اللي احنا موجودين امامها اتكهربت سنة 1912، ولكن طرماية الصفراء طرماية البلد اتكهربت سنة 1898. من شريط الطرماي من محطة سبورتنج اللي امامنا الى محطة سيدي جابر تم انشائها سنة 1892، تاريخ انشاء جنان المنتزه في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني. وبعد ما تم انشاء الخط من سبورتنج لمصطفى باشا فاضل او مصطفى كامل حاليا، تم ايقاف العمل بهذا الشريط اللي هو كليوباترا حمامات وسيدي جابر الشيخ. وبعد كده سنة 1897 اصبح الخط مزدوج كده، اهو طرماي 2 داخل كليوباترا، ثم سيدي جابر المحطه، ثم مصطفى كامل. الخط ده هيفضل موجود شغال، ولكن الخط اللي احنا موجودين عليه هو اللي هيتم ازالته. نتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد عن اسكندريه يوصل لكم. الاهم لا تبخلوا علينا باللايك من اسفل الفيديو. كده الطرماي طالع من سبورتنج، تمام. ده طرماي واحد بكوس اتجاه كليوباترا الصغرى اللي هيتم ازالتها. اما طرماي اتنين طرماي جليم. احنا كده امام محطة كليوباترا، كليوباترا الصغرى. لو هتاخدوا بالكم احنا كده فوق على شارع سيدي جابر الناحية القبلية. الطرماي تحت في مكان منخفض جدا عن الشارع الرئيسي، خصوصا الناحية القبلية اللي هي على الشمال بخلاف الناحية البحرية اللي هي على اليمين. ده بيدل ان هذا الطريق كان عبارة عن منطقة صخرية او هضاب او مكان مرتفع، فتم شق الطريق او نحته للخط السكة الحديد الخفيف اللي هو اصبح حاليا على وضعه الحالي، فلكي يسير عليه القطار الخفيف في البداية، فكان لابد من تسوية الطريق وتهيئته ليكون مستوي او يكون ممتد. المسافة ما بين الشارع هنا وتحت واضحة جدا جدا، ولكن ارتفاع الشارع في اللي انا موجود فيه سيدي جابر يختلف عن ارتفاع الشارع اللي على اليمين اللي هو ايضا سيدي جابر بس من الناحية البحرية. ايضا المحطة دي هيتم ازالتها
مع الثلاث محطات، الطماي الاوكراني رقم واحد طالع من محطه كليوباترا الصغرى. البحر فين؟ البحر على يمين الصوره. الترمايه الزرقاء داخله محطه كليوباترا الصغرى، ترمايه رقم واحد بكوس. شهور وخلاص الترمايه الزرقاء مش هتدخل هنا تاني، هتكون ضمن الزقايات في هذا الخط، او المحطه هتكون من ضمن الزقايات. موجودين في محطة ترماي سنانيري أو كليوباترا حمامات. ليه سموها كليوباترا حمامات؟ علشان على البحر زمان كان فيه حمامات أو أكشاك استحمام زي كباين كده في البدايات كده لشخص يدعى جورج زورو، حمامات كليوباترا زي حمامات شاطبي، فسميت المنطقة بكليوباترا حمامات لتمييزها عن المحطة اللي قبلها محطة كليوباترا. على شمال الصورة البحر وعلى يمين الصورة شارع أبو قير وسوق زنانيري ومحطة قطار سيدي جابر. المحطة اللي احنا موجودين فيها هيتم إزالتها مع الثلاث محطات اللي هي سيدي جابر الشيخ وكليوباترا الصغرى، وشريط الترمية كله هيتم إزالته، وهيتم إيه مكانه الله أعلم إلى الآن. غالبا ممكن يكون طريق عربيات يجيبك من شارع المشير إلى شارع دلتا، والله أعلم. كده احنا اتجاه محطة كليوباترا الصغرى. الترماي رقم واحد خارج من محطة ترماي كليوباترا حمامات اتجاه محطة ترماي سيدي جابر الشيخ. ترماي واحد بكوس. احنا كده على محطة ترماي كليوباترا حمامات، على يمين الصورة شارع بورسعيد والبحر، على شمال الصورة سوق زنانيري وترماي اتنين ومحطة سيدي جابر وسموحة. ده شارع سيدي جابر الناحية القبلية، على اليمين الناحية البحرية، والشارع من على ترماي رقم اتنين اسمه شارع الشهيد السيد حفني. كده احنا امامنا المحطة، محطة سيدي جابر الشيخ، وعلى شمال الصورة مسجد سيدي جابر اللي اتسمت على اسمه المحطة واللي اتسمت على اسمه المنطقة كلها، مسجد العارف بالله سيدي جابر المجهول الى الان بالنسبة لي، المجهول بالنسبة لي انا. الترماي موجود حاليا في المحطة امامه شارع المشير، بتقطع مع شارع المشير، بعد كده شارع سيدي جابر اللي على اليمين وعلى الشمال بتغير اسمه الى شارع احمد شوقي بيه، وبعد كده بتغير اسمه في منطقة سبا باشا من احمد شوقي الى عبد السلام عارف، كان اسمه شارع الفسحة، الى فيكتوريا. كده البحر على يمين الصورة، وعلى يمين الصورة ايضا شارع الصوفاني من اشهر شوارع سيدي جابر، شارع المشير وشارع الصوفاني طلعوك على البحر، وبعد كده كليوباترا شارع الدير.
ده كمان الترمايه بقطين. الترمايه بقطين او الترمايه بدورين داخل محطه سيدي جابر اللي هيتم ازالتها والاكتفاء بمحطه ترماي سيدي جابر المحطه.